22 عاما المقامة في الدوحة، وذلك بعد فوزها على النظير الأوزبكي بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة. أسود الرافدين دخلوا لقاءهم الثاني ضد المنتخب الأوزبكي بغية التأهل مباشرة إلى ربع النهائي، والفوز فقط يرسم تفاصيل هذا السيناريو. بداية جاءت عكس كل الأمان العراقية عندما خطف دونبيك خمدموف الهدف الأول الأوزبك بعد 12 ثانية على صافرة البداية ليكون أسرع هدف في تاريخ البطولة. العراقيون استفاقوا من الصدمة وسيطروا على أطوار المباراة التي شهدت هدف التعادل في الدقيقة 38 عن طريق أمجد عطوان. الروح القتالية للعراقيين تواصلت بهجوم أسفر عن الهدف الثاني لمهدي كامل عند الدقيقة 43، انتهى على إثره الشوط الأول في انتظار الحسم في الثاني. اللياقة البدنية للمنتخبين انخفضت في الحصة الثانية، فانعدم الخطورة من كلا الطرفين حتى الدقيقة 77 التي شهدت تصويبة رائعة من مهدي كامل مرت جوار القائم الأيسر. وبسهولة كبيرة أدرك تيمو خاكيموف التعادل لأوزبكستان في الدقيقة 80 وسط حراسة الدفاع العراقي الذي اكتفى بالمشاهدة. مهاجم العراق تكفلوا مجددا بإصلاح أخطاء الدفاع، فبعد ثلاث دقائق من هدف التعادل وبمهارة كبيرة نجحهما مقرف في التوقيع على الهدف الثالث الذي منح العراق النقطة السادسة وبطاقة العبور إلى ربع النهائي مع كوريا الجنوبية قبل أن يلتقي معا في الجولة الثالثة لتحديد صاحب المركز الأول. فوز العراق أكد تأهل المنتخب الكوري الجنوبي.